بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. معكم إمام مسجد إصلاح عبد الستار بوسيدة. تحضير لشهر رمضان، أطلق مسجد الإصلاح مسابقة وردة القرآن في طبعتها الثانية تحت إشراف مدير الشؤون الدينية والأوقاف، حيث هذه المسابقة سوف تكون مسابقة خاصة بطلبة مساجد مدينة الشريعة والمدارس القرآنية، حيث فيها تكريمات معتبرة، فيها عدة فئات، فئة حفظ القرآن الكريم كاملا إلى أصغر فئة وهي حفظ ثلاث أحزاب لصغار الحفظة الذين لا يتجاوز سنهم 7 سنوات، وفيها شروط كذلك أخرى يطول ذكرها، كما أن الجائزة الأولى مقدرة ب40 مليون، وأقل حافظ راح يدي 10,000 دينار جزائري. فهاتي التكريمات بمساهمة أحد المحسنين جزاه الله كل خيرا. أردنا الإعلان عنها مسبقا لأن رمضان لا يزال عليه حوالي 3 أشهر ونصف يعني، وهذا تحضيرا لأبنائنا لكي يتنافسوا ويتشجعوا، فنسأل الله عز وجل لهم التوفيق، كما سبق في السنة الماضية تكريم خاتمة القرآن الكريم بتكريمات خاصة، وهي أداؤهن عمرات، هن وأولياؤهن قدرت مجموع العمرات 15 عمرة مقدمة من طرف أحد المحسنين، كذلك جزاه الله كل خيرا، كما نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان أجمعين. يجدر الذكر أن هذه المسابقة من تنظيم مسجد الإصلاح وحتى إشراف مدير الشؤون الدينية والأوقاف، كما أن هيئة المسابقة أو اللجان اللي رايح تكون في المسابقة هي هيئة الإقراء التابعة لمدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية تبس. الحمد لله رب العالمين، نشكر مسجد الإصلاح على تنظيم هذه المبادرة الطيبة والمتمثلة في مسابقة ورتل القرآن في طبعتها الثانية تحت إشراف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية تبسة، والتي تحفز أبناءنا وبناتنا الطالبات على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، كما خصصت جوائز قيمة جدا من طرف أحد المحسنين الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. ونشكر إمام المسجد عبد الستار بوزيدة وطاقم المسجد ككل على المجهودات المبذولة، وبارك الله في الجميع.